اس عشق میں مر جاوا. ايه اروي، ترى كانت بتحبني كتير لحد الجنون، ولهيك صار عندها علاقات بعالم الجريمة. يمكن هي عرفت شي يصير خطير بخصوص هذا العالم ولهيك قتلوها. كل هالشي نيترا، حتى راندير، تارانغو راندير، كيف ممكن يصير هالشي؟ هن المحققين بالشرطة، هن مالهم ضباط شرفاء يا أروهي، هن كمان جزء من عالم الجريمة هاد. هالشغلات اللي أنا عملتها ضد القانون كلها كانت بمساعدة راندير إلي، والدليل عليها لما مرت بضاعتي من حاجز التفتيش هالشي بسبب راندير وهو تكفل بالأمر. رح فرجيكي شي تاني، شوفي هي قائمة بأرقام تارا، هي اتصلت بالمحقق راندير قبل ما تنقتل. أنا عندي أخبار كتير مهمة لإلك ومتأكدة إنها رح تصدمك بس تعرفها. أنا رح إجي شوفك فوراً، ما بقى معنا وقت كتير. عن أي مؤامرة عم تحكي تارا؟ إيه مزبوط، أنا بعرف هاد الشي. تارا اتصلت براندير قبل ما تموت، كان بدها تخبره شي مهم بس قبل ما تقدر انقتلت. أنا رح خبرك، في ملك لعالم الجريمة هاد والكل بيناديله الزعيم، تارا عرفت شي بخصوص الزعيم وبمين اتصلت وقتها بالمحقق راندير، بس ما كانت بتعرف انه هو من اللي بدهم يقتلوها مو يساعدوها وينقذوها. هو جزء من هي المؤامرة، ولهيك المحقق راندير بيعمل كل شيء بقول له اياه، ببساطة لأني بعرف حقيقته. بعرف يا أروهي أنتِ بشو عم تفكري هلأ، بس أنتِ لازم تعرفي هي الحقيقة المرة بهذا الوقت. الموضوع مو مثل ما أنتِ مفكرة، كل هدول الفيديوهات ديب عم يستخدمهم ضدي وهن مزورين. يا سيدي، ديب عم يستخدم هالفيديوهات ضدك ويهددك فيهم. وكمان هو عم يستغل شغلك هلأ مشان مصلحته. سيدي كيف رح توقفه؟ مجرد ما أنا أقدر أوصل للدليل اللي بيثبت إنه هالصور والفيديوهات اللي معه كلهم مزيفين وإنه ما لي علاقة فيهم، وقتها بتشوفي بعينك شو رح أعمل بديب. إذا ما بخليه ينظف الحمامات بالسجن ما بيكون اسمي راندير كورانا. سيدي، ديب شخص ذكي ومو سهل إنه تمسكه أبداً. تتذكر شو عمل قدامنا هديك المرة؟ سرق بنك وبعدها هرب، وهلأ عم يهرب أسلحة مانا قانونية، ومع هذا الشيء نحن ما قدرنا نمسكه ولا بأي طريقة. سيدي اللي شو رح تعمل؟ تران كانت تارا هي الرابط اللي من خلاله نحن قدرنا نفضح حقيقة ديب قدام الكل. كانت بدها تعطيني معلومات قبل ما تموت. أبصر شو السر اللي قدرت إنها تعرفه. بأكد لك إنه ديب رح يدخل السجن قريبا كتير. بعرف إنك كتير مزعوج بسبب موت تارا مع كل شيء عملته، بس هي كانت تحبك من كل قلبها. نيترا كمان، نيترا كانت عم تحاول إنها تتزاكى ولهيك انقتلت. الزعيم هو اللي قتلها وخلص عليها. أساساً مين هذا الزعيم؟ ما حدا بيعرف مين هو الزعيم ولا حتى وين بيكون موجود. أنا بس بعرف إنه تريفدي هو إيده اليمين، وما حدا بيعرف وين تريفدي هلأ. كل اللي بعرفه عنه إنه هو وحش ومستعد يعمل أي شيء، خطف وممنوعات، قتل وأسلحة مالها قانونية. هو مستعد يشتغل بأي شيء شو ما كان يكون، حتى عنده علاقات مع الإرهابيين. هنن حالياً عم يخططوا لشيء كتير كبير وعم يتعاونوا سوا، ما بعرف عنه شيء أبداً، بس يلي بعرفه إنه حياتنا كلياتنا رح تكون بخطر. أنتِ دائماً كنتِ مفكرة إنه أنا عم لاحق عيلتك كل الوقت، بس الحقيقة هي إني دائماً كنت بعدهم عن الخطر. أنا كنت دائماً عم أحميهم. بعرف إنك ما رح تصدقيني. شوفي هاد. كيا،
موجود كيا هون كمان؟ ليش ديب قلي؟ كيف صار هذا الشيء؟ كيا لساتها صغيرة. الزعيم استخدم كيا بكذا عملية من قبل، والزعيم عنده دليل على هذا الشيء. لهيك وقت اللي كان بدك تاخدي كيا لمكان بعيد من هون، أنا وقفتك، لأنه هو كان رح يلاقيها ويقتلها لو كانت تحت الأرض. أنا دائما كنت عم أحميها لكيا، هي مثل أختي الصغيرة وأنا رح ضلني عم أحميها. في كتير ناس كمان عندهم ارتباط مع لعبة الموت. بصراحة ما عم استوعب شو اللي ممكن يصير لسه، بس أنا خايف على عائلتي وخاصة أمي. حياة الكل بخطر يا أروهي، والسبب بهذا الشيء أنا يا أروهي، لأنه أنا هلأ بدي أطلع من عالم الجريمة هاد، بس الزعيم ما رح يتركني أطلع أبدا. مو قلت لك من قبل، بس يدخل الواحد على هذا العالم ما بيطلع منه. وصورة عمي كمان موجودة بهذا الملف، يعني أبوك معهم كمان. بس ديب كيف؟ ما بعرف إذا كان له ارتباط بهي اللعبة أو لا، لأنه حالياً ما عندي أي دليل ضده أبداً، بس نوعاً ما، لأنه سبق وحاول يسرق لي بضاعتي، أنا شاكك فيه بأنه معهم، أو يمكن يكون مقرب من الزعيم. ديب في احتمال أنه عمي ممكن يعمل هالشي لحتى يوقفك، لأنه بده يمنعك تعمل مثل هاي الشغلات السيئة كتير. بتمنى من القدير يكون كلامك صحيح. أنت بس تخيلي إذا كان حكي حقيقي يا أروهي، وكان أبي له علاقة بهذا الموضوع، بوقت أتأكد الخطر الحقيقي بيكون عم يواجهنا من جوا بيتنا. نحن لازم نضلنا حذرين، لأنه ما بدي يصير أي شيء سيء معنا يخليني أخسر كل شيء. ديب لا تخاف أبدا، هي أنا لكني معك، وأنا متأكدة أنه نحن الاثنين رح نطلع من هالمشكلة، ومتأكدة أنه نحن رح ننجح. إيه أروهي، إذا اشتغلنا مع بعضنا بعتقد أنه رح نقدر ننجح. مثل ما بتطلع الشمس الصبح وبتمحي كل العتمة، نحن لازم نكون الضوء بحياتنا، وأكيد سوا رح نمحي العتمة الموجودة بحياتنا. وطول ما أنت واقفة معي أنا رح أنجح. أنت شو عم تعملي؟ عم ترفع إيدك على ضابط؟ ما رفعت إيدي على ضابط مخابرات، أنا رفعتها على راندير كورانا، الشخص اللي ما كان ضابط شرطة شريف وكان دائماً عم يخدعني. ما كنت بعرف انك عم بتساعده لديب، وكنت عم تنفذ كل اوامره كل هذا الوقت. أروهي القصة مو هيك. ما بدي اسمع شي من كذباتك. قلي انك ما ساعدته لديب مشان تمر شحنة بضاعته من حاجز التفتيش. قلي كمان انه ديب ما عنده اي دليل ضدك بورتك، ولهيك انت عم تعمل كل شي بيطلبه منك بالحرف. وهلا قلي شو الشي الغير قانوني اللي عامله انت وعم يستغله لحتى تنفذ اوامره؟ ولا لازم افترض انه انت كمان مرتبط بعالم الجريمة هاد مثل الكل، وانه انت عم تعمل كثير شغلات سيئة؟ راندير قلي الحقيقة، أصلاً أنا كنت شاكة فيك أنه أنت اللي قتلت نيترا حتى تبعدها عن طريقك، لأنه هي قدرت توصل لأدلة ضدك وقدرت كمان تعرف حقيقتك ومع مين تشتغل. يلا جاوبني، مو صح اللي عموله؟ هلا بكفي هيك، إذا عيطتي ما بيعني أنه حكيك صح. أنت معصبة كتير هلأ، لهيك أنت ما عم تفهمي. انتظري شوي شربي. طيب جاوبني هلأ على سؤالي، ليش كذبت علي؟ أروهي رجاءً اهدي واسمعيني منيح، ما بعرف ابدا شو خبرك ديب عني، وما بدي اعرف. الحقيقة اني ضابط شرطة شريف، انا مو مرتبط بعالم الجريمة ابدا ولا عندي اي شريك. انا بعرف معلومات عن المجرمين اللي ملفاتهم موجودة بالشرطة، وديب واحد منهم. اروهي انت يمكن ما بتعرفي هذا الشيء، بس نحن احيانا نضطر ندخل بهالعالم مشان نقدر نوصل للمجرم ونمسكه، وهذا ما بيعني انه صرنا جزء من هذا العالم. وكيف خطر لك بأنه أنا قتلت نيترا؟ أساساً نيترا كانت تلميذتي، لما عرفت أنها بتكون
ضابط مزيف. انصدمت كتير، بس قبل ما أقدر واجهها باللي عرفته عنها هي انقتلت. صار معها نفس اللي صار مع تارا يا روهي. تارا كانت رح تخبرني بشي بس انقتلت. لا، هالموضوع صار مسخرة. أنا ما عم بفهم مين المجرم ومين البريء، وما بعرف مين اللي معي ومين اللي ضدي. أروهي صدقيني أنا معك دائما، واختبريني بأي شيء إذا بدك. قليلي شو لسه في ببالك؟ في حدا عم يحاول إنه يأذي عيلتي، في حدا هاجم كيا اليوم وبكرة يمكن دور أبي، وأنا ما عم بعرف شو أعمل لوقف هذا الشيء. أنا عندي فكرة، بدي إياكي ما تسمحي له لديب يطلع من البيت كم يوم. إذا هو ما طلع وقت هدول الناس اللي بدهم يقتلوه رح يروحوا على البيت، وقتها رح تعرفي مين بيكونوا. طيب كيف رح أتواصل معك وخبرك بكل شيء رح يصير؟ أنت لا تخافي. أول شيء رح نعمله أنه نحط كاميرات بكل البيت ليكون عندي عيون جوا البيت دائما، وإذا شفت شيء غريب رح أجي مع مجموعة من الشرطة. وكمان خلي هذا الطوق معك. شو هون في زر، إذا شكيتي بحدا اكبسي هالزر وبتوصلني إشارة. أمي شو صاير؟ لوين قايمة؟ قلت لك أكثر من مرة إنه أنت لازم ترتاحي، ليش بدك تقومي؟ تسطحي. بس كان بدي روح جيب مي لأني عطشانة، بس هيك. بس فيك تخبريني إذا بدك أي شيء يا أمي. لك شو هاد؟ أنت لسه ما أخذتي الدواء؟ مسكي. قلت لك كتير لازم تاخدي الدواء على الموعد، المرة الجاية إذا بدك أي شيء أنت بس حاكيني أنا وأروهي. ارتاحي. شو عم تعمل؟ أنا عم ساعد أمي. أنت وين كنت؟ شو نسيت حالك وقت قلت لي أنا موجود هون وبقدر اعتني بمرتي كتير منيح؟ أنت خبير بالتمثيل، تقدر بسهولة تمثل أنك لطيف قدام أروهي وتخدعها، بس ما فيك علي أنا. بصراحة أروهي لسه ما شافت وش عمها الحقيقي لحد هي اللحظة. هي مسكينة رح ينكسر قلبها بس تعرف. شو هالحكي السخيف هاد؟ معقول أنت عم تهين أبوك بهالشكل مشان بنت غريبة؟ فسندارة أروهي مو غريبة، هي كنتنا وصارت من هالبيت، وكمان عند حقوق مثل مثل ابنك ديب تماما. أروهي ساعدي أهل زوجك قد ما بتقدري بهاليومين، وكوني زوجة محترمة وكوني حذرة وفتحي عيونك وأدانيكي. راندير، أنت متأكد أن الناس اللي حواليك بينوثق فيهم وما بيغدروا فيك؟ قصدي أنه المقربين منا هنن اللي بيخونونا. لا تخافي من هذا الموضوع، ما حدا رح يخونني هون، وإذا صار هيك أنا بعرف شو لازم أعمل. بس انتبهي على شغلك، رح أوثق فيك لآخر مرة. سيدي، أنت متأكد أنه هالخطة بتنجح؟ أكيد رح تنجح، وبهالخطة نحن رح نضرب عصفورين بحجر. أولاً منخلي ديب تحت المراقبة، وتانياً رح نقدر نعرف مين هن الأشخاص اللي عم بيتعاملوا مع ديب. يمكن هيك بالأخير أقدر أوصل للدليل يلي رح أستخدمه ضد ديب وبعده من طريقي. بس أول شي لازم نشوف شو رح تعمل أروهي. أنا عندي فكرة، أول شي رح نعمله إنه نحط كاميرات بكل البيت. أروهي انتي شو كنتي عم تعملي على هذا الكرسي؟ ولا شي ديب، انا بس كنت عم حط صورة حلوة على الحيط. ليك ديب، انا مليت وانا عم بلحق الحقيقة كل الوقت، ولهيك هلأ بس بدي يكون زوجة منيحة وساعد اهلك بكل شي، بدي حتى ضل طول الوقت جنبك. سامحني ديب، انا حطيت الكاميرا بهي الطريقة لحتى ما تنتبه عليها. انا في عندي مخطط، كل اللي بدي اياه بالحقيقه انه امسك هدول الناس اللي عم تحاول انها تاذي عيلتي. انا وعدتك من قبل ورح خليك تبعد عن عالم الجريمه لاخر حياتك، بس قبل هيك كتير مهم بالنسبه لإلي اني اعرف مين هدول الناس المرتبطين بهذا العالم السيء. بشو سرحانه؟
أنا بس عم فكر إنه أنت رح تضل حاملني بين إيديك هيك ولا ناوي إنه تنزلني بقى؟ بس أنا ما في عندي مشكلة هو؟ كأنك تعبت فوراً؟ بتذكر في مرة حملتني بين إيديك وطلعتني على الدرج وأخذتني على الغرفة لفوق بلا ما تنزلني ووقتها ما تعبت؟ شو اللي تغير اليوم؟ ولا شيء، الصورة حلوة. ديب، المرة الجاية لا تتحديني. بترجاك لا تروح، خليك اليوم معي. ما بعرف ليش حاسة إني وأخيراً هلأ وصلت لحبيبي ديب. أنا بدي إنه أقضي أطول وقت معك ديب، صدقني بدي إياك تضل قدامي وما تغيب. ما بدي تفارق نظري ولا حتى لحظة واحدة، ما بدي أخسرك مرة تانية أبداً. ولهيك الشي اللي رح أعمله هو أكيد لمصلحتك. كتير مهم بالنسبة لإلي أعرف مين هدول الناس اللي أنت بخطر بسببهم. أنا عملت خطة مميزة لهذا اليوم، بدي أعمل عشاء مميز للكل. مر وقت طويل من آخر مرة قعدنا كلنا سوا وأكلنا، نحن ما عم نقضي وقتنا مع بعض. أروحي هذا الشيء. بترجاك لا ترفض، هي طريقتي الوحيدة لحتى أقدر أجمع الكل. وأمك ما أنا منيحة هلأ أبداً، يمكن بهي الطريقة أنا بقدر أنه رجع الفرحة على وشها. وبدي كمان أنت تكون مبسوط ديب. ماشي، خلينا نتعشى عشاء مميز. شكراً. أختي كيا، ليش أنتي عم تطبخي اليوم؟ أنا عم بطبخ اليوم بإيديي مشان حضر أكلات طيبة كتير لأختي اللي بحبها، ورح أحاول أطبخ بنفس الطريقة تبع أمي، بس ما بضمن أنه تطلع الطعمة هي نفسها أبداً، بس بحاول قد ما بقدر. شو بدك شي؟ بدي أشرب كاسة مي. أي ماشي. يا سلام، حلو كتير عمي، ريحة هالأكل طيبة كتير. اليوم رح ناكل هالأكلات الطيبة، وكرمال هذا الشي بظن أنت بتستاهل هدية مميزة، هدية لمرت ابني المميزة. ماشي بنتي، أنا ناطر الأكل. يلا أنا رح خلص طبخ. إيه نسيت؟ نسيت الكاري. غريب، ليش ما اجى عمي لحتى ياكل معنا؟ لكان يلا لحظة رح روح ونادي له. عفوا بنتي. تعال عمي يلا، نحن عم نستناك على العشاء. ما بعرف ليش هيك يا بنتي، بس سمعتي واجهتني وحاسس ما لازم اكل شيء. كله بلاي، انا برجع وباكل بعدين. جاي. انت خليكي رايح ارتاح بغرفتي. كيا هاتي الصحن. ديب اشرب. كيا ديب شوفي. يا ترى وين راح هداك الطوق؟ يا قدير
كيف رح أقدر أبعت إشارة للمحقق راندير؟ وكيف رح يقدر يعرف إنه صار شي معنا؟ أنا متأكد بأنه اليوم نحن رح نقدر نوصل لشي دليل مهم ضد ديب وعيلته يفيدنا بهي القضية. خلينا نشوف شو عم بيصير بقصر فاسوندارا هلأ. شو عم بيصير؟ ليش كلهم على الأرض؟ سيدي مبين كأنهم غايبين عن الوعي. اطلعي هنيك، في حدا واقف ورا الشباك، ممكن يكون هو سبب هذا الشي. لحظة، أروهي بعتت إشارة نجدة، خلينا نروح يلا. يا قدير، شو صاير هون؟ ترانك، اتصلي بالدكتور فورا. حاضر. شو اللي صار؟ وين كنت بهالوقت؟ أنا كنت بغرفتي، ما كنت حاسس حالي منيح، ولهالسبب رحت ارتاح. فجأة سمعت شوية ضجة واجيت لهون لشوف شو صاير، وقبل ما يصير هذا الشيء كلهم كانوا مناح وعم ياكلوا. ما شفت أي حدا؟ أنا اللي فترة بغرفتي ما بعرف إذا إجا حدا بغيابي. ترانك، استدعي الشرطة والإسعاف فورا، لازم نفحص عينات من دمهم. بسرعة دكتور، لو سمحت افحصهم. ماشي، نحن رح نفحصهم. دكتورة إليلي، كيف صحتها لمرتي هلأ؟ عرفتي شو اللي صاير؟ بجوز كان في شي بالأكل، لهذا السبب هن فقدوا وعيهم بنفس الوقت، بس من الصعب نقول أي شي هلأ لحتى يجي التقرير. كنتي أروهي هي اللي ساوت الأكل، فكيف صار هيك؟ الشرطة اللي رح تحقق بهالشي، بس بالأول أنا لازم أعطيها إبرة ورح تستعيد وعيها بعد شوي، ما في داعي للقلق. حالة مرته لديب هي الأخطر بيناتهم، بعتقد إنه هي أكلت أكبر كمية من الأكل المسموم، لهالسبب وضعها هو الصعب. نحن رح نراقبها لمدة 12 ساعة، إذا استعادت وعيها منيح وإذا لا فرح نفوتها على المشفى. أوكي دكتور، رح أجي بعد شوي. ماشي، شكرا. التقارير وصلت. شو فيها؟ سيدي حسب التقارير في حدا خالط كمية كبيرة من الحبوب المنومة بالأكل، لها سبب الكل فقدوا وعيهم أول ما أكلوا. حبوب منوم؟ معقول يكون هو الشخص اللي شفنا خياله عند الشباك بالتسجيل؟ هو ممكن يكون زلمة أو مرة، بس في شيء أنا ما عم بقدر أفهمه. الكل أكلوا من الأكل إلا سيد براتاب ما أكل، معقول إنه يكون عارفان من قبل انه رح يصير كل هذا الشيء؟ او يمكن هو اللي عمل هالشيء. لا سيدي، ممكن هالشيء مجرد صدفه، لانه هو قال انه ما كان حاسس حاله منيح، لهالسبب بجوز ما اكل. وسيدي نحن ما فينا نتهم اي حدا من دون دليل، ما هيك؟ ايه معك حق، بالاول لازم نلاقي الدليل، بعدين رح نقدر نفهم مين اللي ورا هذا الشيء. طيب امشي، نحن رايحين، بس رح نرجع أول ما يستعيدوا وعيهم لناخذ إفادتهم، يمكن نعرف شوية معلومات نحل هالقضية بسهولة. يلا ترانك.
أنا كيف فقدت الوعي؟ أروهي 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 أروهي، فتحي عيونك أروهي أنت. لأكل أمي كيا. كيا كيا، أنت منيحة؟ إيه أستاذ، أنا منيحة. ما بعرف شو اللي كان موجود بالأكل مبارح، أكلت وبعدها اللي كيف أروهي وعمتي وينهن هلأ؟ ما بعرف شي عن أمي، بس أروهي لسه ما صحيت. خلص أنت ارتاحي، بشوفك بعدين. انت جنيت شي؟ ها؟ شو هذا اللي عملته؟ شو صار لك؟ عقلي كتير منيح لهذا السبب أنا وقفتك. أنا ماني واثق فيك بالمرة، مين بيعرف شو عم تعطيها لأمي هلأ؟ يمكن سم ماله دواء. أكيد صاير لعقلك شي يا ديب، معقول أنا حاول أقتل حدا من عيلتي؟ عن أي عيلة أنت عم تحكي آه؟ لو أنت عن جد معتبرنا كعيلتك ما كان لازم تسبب لنا الحزن والألم. الكل هون أكلوا، الكل فقدوا وعيهم إلا أنت. أنت حطيت شي بالأكل، ومين بيعرف بجوز هلأ عم تعمل نفس الشي. لا تحكي ولا كلمة تانية يا ديب، أنت عم بتلوم أبوك من دون ما تفكر قبل ما تحكي هيك. أنت بتعرف ليش هو ما كان عم بيأكل معنا؟ لأنه معدته كانت تعبانة، هو ما كان حاسس حاله منيح، والدكتور قال له أنه لازم يعمل حمية عن الأكل لأنه طلع معه سكري، فهمت هلأ؟ أمي أنت بتقدري تصدقي هي القصة المزيفة، بس أنا ما بصدق. كيف هو معه سكري؟ في حدا بينصاب بالسكري بين ليلة وضحاها؟ حسبت لك هالشي، استنى خود تفضل اقرا التقرير بنفسك. أمي حقيقته ما رح تتغير بقراية هدول الأوراق المزيفة. أنا ما بوثق بهذا الزلمة بالمرة، كل هذا الشي تمثيل، ما معه أي مرض سكري. أمي شو صار معك؟ أنت عم توقفي ضده لابنك وعم توثقي بهذا الشخص؟ ديب أنا دايما كنت أوثق فيك وواقف بصفك، أنا دايما كنت واقف لجانبك، بس هالمرة عن جد أبوك مانو غلطان نهائيا. أعملي الشي اللي بتشوفيه صح يا أمي، بس أنا مستحيل أوثق بهذا الشخص نهائيا. أروهي لسه ما استعادت وعيها، إذا ما استعادت وعيها قريبا فأنا ما رح أرحمك. شو اللي صار؟ شو هاد؟ ديب يا ترى شو اللي صار؟ هو جانن شي؟ لك عم يهدد أبوه؟ هاي الضجة جاية من غرفة عمتي. أنت مفكر أني ممكن أعمل أي شي وسخ وحاول أقتل حدا من عيلتي؟ أنا ما عم فكر، أنا متأكد. ديب؟ أروهي؟ شكراً للقدير أنه رجعتي لوعيك. ديب أنا لا أروهي، أنت ما بتعرفي لحماكي، لهيك لو سمحتي لا تحكي أي شيء عنه، أنا اللي بعرفه كتير منيح. لا ديب أنت عم تفكر غلط، أنا ما بظن أنه عمي اللي عمل هالشي. بس ما بقى تتظاهري قدامنا أنك حدا منيح، شو ما كان اللي صار بالبيت هو صار بس بسببك أنت، الشخص المسؤول عن كل اللي صار هذا الشخص بكون أنت، أنت اللي ما كنت تقومي بواجبات الكنة، بالواقع أنت دمرتي كل السعادة اللي كانت بهالبيت. يلا روحي على غرفتك وارتاحي، تركينا نتناقش لحالنا. فسندارة شو عم تقولي؟ ها؟ أنت ليش عم تصرخي عليها؟ أروهي بتكون كنتنا، هي بتهتم بكل شخص بهالبيت، هي بتحاول تساعد كل فرد بهالعيلة، عم تشرحي لها واجب الكنة؟ اعملي واجبك كحماية بالأول. أروهي سامحيني، لا تنزعجي، بس عمتك معصبة كتير هلأ، عم تحكي أي شيء. فسندارة انسي اللي صار، وجيب الإسوار اللي جبناها لأروهي. ليك بنتي، مو هي الطريقة الصحيحة لنعطيك الإسوارة، بس شو بدنا نعمل؟ اللي صار، خلص صار، تعالوا نبدأ من جديد. عمتي، عمي، شكراً. إذا خلصت الدراما العاطفية تبعكم، فنحن منقدر نروح على غرفتنا؟ ابني، أنتوا لسه تعبانين، روحوا وارتاحوا بغرفتكم. لا تفكر كتير، ببعض الأحيان الشيء اللي نحن بنعمله
منلاقي نتيجته بعد شوية وقت. بجوز أنت ما تكوني عم تفهم اللي عم قوله، بس رح تفهمي كل شي بالوقت المناسب. لا تستعجلي على شي. أنت ما فيك تتراجع بعد ما دخلت على عالمنا وصرت واحد منا. ما فيك تهرب لأي مكان. هلأ ما حد رح يقدر ينقذك لأنك محاصر بالخطر من كل الجهات، وما رح تقدر تهرب أبدا. مين اللي تجرأ يعمل هذا الشيء؟ دي بسمعني شوي، بترجاك أنك تهدى. اهدى دي، بفتح السبيكر. ألو ديب راج سينج، أنا كتير بتمنى أنه تكون عجبتك الرسالة اللي بعثت لك إياها. مين أنت؟ ومن وين عم تحكي معي؟ كيف بتتجرأ تعمل كل هذا الشيء ببيتي وعائلتي؟ رح لاقيك وحاسبك، عم تفهم علي؟ صح نحن بنقدر نشوف القمر بس ما بنقدر نلمسه، والوصول له شغلة كتير صعبة. بس شيء كتير سهل بالنسبة لإلي إني أقدر أوصل لعائلتك وأقتلهم. أنت واحد جبان لأنك بتهاجم بالمخفي، إذا عندك جرأة تعال وواجه. وأنت كمان شجاعة كتير مثل ديب بالضبط يا أروي. بصراحة أنا كتير بحب هدول الناس يلي بيستمتعوا هنن عم يقاتلوا ضد العاصفة. أنا استمتعت بحصولي على هدول الألماسات، كيف بدكم مني إني أترك هدول الألماسات الغالية بهالسهولة؟ إذا هدول الناس رح يتركوا الشغل ويروحوا هيك، فكيف رح يمشي الشغل؟ أنا في عندي مبدأ واحد بشغلي، بعد ما بتدخل ما في طلعة. وكمان لا تفكر إني ما بقدر أقتل عيلتك، أنتوا نفدتوا مبارح لأنه ما كان بدي أقتلكم. أنا اللي خلطت الحبوب المنومة مع الأكل، بسبب هذا الشيء أنتوا فقدتوا الوعي، ولو كان بدي أقتلكم فكان بإمكاني أقتلكم كلكم مبارح، وبدل ما حط المنوم كنت حطيت لكم سم، وكنتوا هلأ رح تكونوا ميتين من دون ما أي حدا يعرف فيكم. أنا ما رح خاف منك ومن تهديداتك هي نهائياً، أنا لازم أطلع من عالم الجرائم هذا وأنا بالتأكيد رح أطلع منه. طيب ماشي، إذا أنت كنت أخذت قرارك النهائي خلينا نتفق. بدي منك تعمل لي شغلة أخيرة قبل ما تروح، بعدها بتركك ورح تكون حر للأبد. شو أنت ما عم تفهم؟ ديب ما رح يعمل أي شغل لألك. أروهي الواحد مو المفروض ينفعل ويفقد أعصابه هيك. رجعي فكري مرة تانية، هذا الشغل الأخير رح يكون تمن حرية ديب، وإذا ديب ما قبل بهالاتفاق وقتها هو وكل عيلته رح يعانوا من مصير رهيب. حاجة بكفي تهديد، ولي شو هو هالشغل؟ ديب تمام، بعد شوي في سيارة رح تجي وتاخدك من قدام بيتك، أنت اطلع فيها وبعدين رح تفهم كل شيء بخصوص شو لازم تعمل. ألو لا ديب، شو اللي عم تعمله أنت؟ أروهي أنا لازم روح. ديب بترجاك أنت ما رح تروح، ما عم تفهم أنه عم يحاول يرجع يورطك؟ أنا ما بدي أخسرك مرة تانية، أنا ما رح خليك تروح. ديب بترجاك أنا ما رح خليك تروح وتبعد عني. أروهي حبك لألي رح يكون معي، ما رح يصير شيء، أنا رح أرجع. ممكن بسبب هذا الشيء أنا قادر لاقي شيء دليل ضد الزعيم. طيب أنا رايح، وتذكري شغلة، انتبهي وخلي عيونك على أبي، هذا الشخص بيقدر يعمل أي شيء، خليك منتبهة. أنا ما بظن أنه عمي ممكن يكون له أي علاقة بهذا الشيء، بس إذا ديب عم يحكي بكل هاي الثقة فبظن أنه لازم انتبه وراقب تصرفات عمي. شو لازم أعمل؟ أنا لازم أخذك على مكان، وهنيك رح تلاقي زلمة ناطرك، هو رح يخبرك شو لازم تعمل. في رسالة خاصة من الزعيم، انتبه ولا تحاول تتزاكى أبدا. لا 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 تغلط وتجي لهون، أنا رح أجي لعندك فورا، أنت انتظرني هنيك. إيه إيه ماشي. يا ترى مع مين عم يحكي عمي؟ وهي الرزمة شو اللي ممكن يكون موجود فيها؟ يا ترى مين هذا الشخص؟ أنا ما شفته من قبل. ألو؟ إيه ماشي أنا جاي. وين اختفى عمي وهذا الشخص هيك فجأة؟
حضرة المفتش، شو صار؟ ليش قلت لي اجي لهون بسرعة؟ نحن قدرنا نلاقي الشخص اللي خلط المنوم بأكلون. هو مبين على كاميرات المراقبة، شوفي. هذا بيكون نفس الشخص راندير، نفسه اللي شفته مع أبوه لديب كان عم ياخد منه رزمة. شو كان هذا الشخص عم بيعمل مع أبوه؟ شفتيها لهديك الرزمة؟ شو كان فيها؟ بس أنا ما قدرت شوف شو كان موجود بالرزمة. الشخص اللي عطاه أكيد بيعرف شو فيها. أبوه لديب بيعرف كل شيء وشو اللي موجود بالرزمة وليش عطاها لهداك الشخص. نحن هلأ لازم نسأل هذا الشيء لأبوه لديب. روح لهنيك وانطر مني إشارة. اسمع، في كتير مصاري بهي الشنطة، وكمان موجود فيها صور الشخص اللي لازم تقتله، وانت لازم تقوم بهالشي شو ما كان التمن، فهمت؟ مين انت؟ ولصالح مين هذا الشغل؟ وليش بدك مني انه اقتل حدا؟ انا ما رح اقتل اي حدا، عم تفهم؟ انت ما في عندك خيار تاني، لهيك عم قلك لازم تعمل مثل ما عم نطلب منك. واذا هلأ هذا الشخص ما مات، وقتها في كتير ناس من المقربين منك هن اللي رح يموتوا. فكر، تقبل انه تاخد حياة شخص واحد ولا تخسر حياة الناس اللي بتحبهم؟ ماشي، القرار بإيديك. وشو رأيك اذا بقيت لك انت قبل هذا الشيء؟ وقف. مين كان هذا الشخص اللي كنت عم تحكي معه؟ أي شخص؟ أنت على الأغلب فهماني غلط. لا مو غلط، أنا ما كنت. هذا هو الشخص اللي عم بحكي عنه. قول إنك ما كنت رايح تقابله. عمي أنا شفتك بعيوني واقف وعم تحكي معه. شوف هاي كمان، هو نفس الشخص اللي حاول إنه يقتلنا كلنا وخلط الأدوية بأكلنا. لسه بدك تخبي؟ هلأ بدك تقلي ليش كنت رايح تقابله؟ والرزمة اللي عطيته إياها شو كان فيها؟ قلي يلا بنتي. الموضوع مو هيك، انت غلطانة. عمي انت لازم تجاوب على سؤالي. انا ما رح روح من هون نهائيا لحتى تجاوبني على سؤالي، ولو سمحت لي الحقيقة. ماشي بنتي، انا رح قلك كل شيء. مستحيل يصير هذا الشيء. ألو ديب؟ ديب انت كان معك حق. ألو أروهي، ما سمعتك، شو عم تقولي؟ كان معك حق عمي، كان ورا كل اللي صار معنا. ألو أروهي، شو قلتي؟ ديب أروهي، أروهي فتحي عيونك. قومي أروهي، شو اللي صار؟ قالي لي مين اللي عمل فيك هيك؟ انت اتصلتي فيني، كنتي رح تقولي شيء، شو صار؟ احكي يلا. ديب كان معك حق، الظاهر انه عمي مو مثل ما هو مبين. ديب هو ورا كل هالشي، انا شفته عم يحكي مع هداك الشخص ومتأكدة انه هو كان عم يعطيه رزمة، ولما حاولت اسأله عنه بعدها في حدا اجا وضربني على راسي من ورا وانا فقدت الوعي وقتها. شو؟ أروهي انا قلتلك من قبل هذا الشخص ما بيستاهل ينوثق فيه. انا كنت شاكك فيه من الاول، وبعدين اتأكدت من هذا الشيء لما ما رضي يقعد ياكل معنا، بس أنا ضليتني ساكت كرمال أمي. بس هلأ أنا اتأكدت إنه هو اللي عم يحاول يأذي عائلتي، لهذا السبب أنا ما رح أرحمه نهائيا. هو مجبور هلأ يجاوب على كل أسئلتي. أنا رح روح ولاقيه وما رح أتركه لأعرف منه كل اللي بدي إياه. عمي
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.